بعض الأحيان آلام أسفل الظهر قد تكون مزعجة، ومرات أنت ما مسوي أي حركة غلط بيومك وبنهاية اليوم تشوف أكو وجع بظهرك. في اليوم بهذا الفيديو 5 دقائق تحتاجون فقط، راح نعطيكم بعض تمارين ستريتش، بعض تمارين تقوية عضلات البطن حتى تساعد على تخفيف من آلام الظهر. فأول شيء لازم نسوي ترخية لعضلات الفخذ الأمامية وعضلات الفخذ الخلفية. عضلات الفخذ الأمامية ترى ترخيتها كلش سهل، تحتاجون يا اما باكس مثلا او مثلا قنفه في البيت. فش اسوي؟ راح اول شيء راح احط هسه رجلي اني قدمي على القنفه، بهاي الطريقه. هسه تشوفون مفصل الركبه، مفصل الحوض، مفصل الكتف عدل. اذا ما تقدر وعضلات فخذك كلش تايت، كلش يعني مشدوده شويه، حط ذراعك مثلا على ركبك، فتجيب جذعي لي قدام للأمام، وشوية شوية لما ترخى هاي العضلات تقدر شوية شوية ترجع. ورا ما ترخى هاي عضلاتك زين، شوف هسه المؤخرة أقدر أنا بالنسبة إلي المؤخرة أقدر أحطها ويا الكاحل مالي، لأنه عضلات فخذي flexible، عضلات فخذي مو تايت، مو مشدودة. بس أنت تقدر تبدي هيج وبعدين شوية شوية ترجع، أو تقدر تبدي مثلا ركبك مفصل الركبة مالك يكون شوية للأمام حتى يكون أسهل لك وترجع شوية شوية. أريدك تثبت في هذا الوضعية تقريبا 20 إلى 30 ثانية. التمرين الثاني مثل ما قلت لكم، هسه رخينا عضلات الفخذ، هسه لازم نرخي عضلات الهامسترينج، عضلات الفخذ الخلفية. فراح تحط رجلك على قنفة، على باكس، أي شيء. أهم شيء أنه حوضك اتجاهه للأمام، مو تحط رجلك وهيك أنت، لازم الحوض مالك يكون اتجاهه للأمام. اوكي، اذا ما عندك ستابيليتي ممكن تقدر تتمسك في شيء حتى تتوازن. اوكي، يعني انا ما عندي اي شيء اتمسك به. حوضك للامام، بعدين هسه شو تسوي؟ تريد ظهرك يكون عدل، ظهرك عدل، راح تثني جذعك. شوفوا هسه ظهري يبقى عدل، ما اريد هيك اسوي لان احنا عندنا الم شويه بالظهر، فما اريد نزيد الالم. ظهرك يكون عدل، تثني جذعك شويه للامام، حوضك الى الامام، راح تحس بالستريتش هنا. اوكي، انا اشوف هسه راح اوقف هنا، ما يحتاج اروح بعد، لان احس اوريدي بالستريتش. اذا ما تحس بالستريتش بقي ظهرك عدل واثني بعد اكثر. هسه انا احس بالستريتش هوايه، فراح تثبت في هاي الوضعيه تقريبا 20 الى 30 ثانيه. نقطه مهمه اريد الكل ينتبه عليها، لان كثير اشخاص يسووها. شوف القدم، القدم اتجاهها اعوج، لازم القدم يكون اتجاهها للامام، فحط القدم للامام. فلهذا السبب ممكن تحتاج فشي تتمسك به. هسه القدم الى الامام، لما القدم تكون الى الامام الحوض يكون اتجاهها الى الامام، اذا القدم تكون مفتوحه الحوض ما راح يكون اتجاهها للامام. بهيج طريقه الشخص راح يحس بالستريتش اكثر في عضله الفخذ الخلفيه. هسه ورا ما سوينا ستريتش الى عضلات الفخذ الاماميه وعضلات الفخذ الخلفيه وهي تاثر على الظهر لانه تاثر على مفصل الحوض، راح اشوفكم تمارين بسيطه حتى نشغل عضلات البطن الاماميه، لان لما عضلات البطن الاماميه تكون قويه وممتازه راح تخفف من الام اسفل الظهر. فاول تمرين بسيط راح نسوي تمرين البلانك مثل ما تشوفون بالفيديو. هذا التمرين يا اما نسويه على مفصل كوعك او يا اما تسويه على يدك. اهم شيء لما تسوي هذا التمرين لازم مفصل الكتف، مفصل الحوض، ومفصل الركبه وقدمك تكون في خط واحد، يعني ما يصير حوضك يكون عالي ولا حوضك يكون ناصي، لازم في خط واحد. اريدك ان تثبت في هذه الوضعيه تقريبا 20 الى 30 ثانيه. اذا كان صعب عليك ممكن تبدا على سطح مرتفع، مو تسويها على الارض، تسوي التمرين البلانك على سطح مرتفع مثلا على ميز او على قنفه، بس اهم شيء انه مفصل الكتف، مفصل الحوض، مفصل الركبه والقدم تكون في خط واحد حتى نشغل عضلات البطن. التمرين الثاني راح نسوي سايد بلانك، هو بلانك بس على الجنب، اما انك تقدر هذا التمرين على مفصل كوعك او على يدك، على مفصل كوعك بالنسبه لهذا التمرين راح يكون اسهل بهوايه من يدك. اريدك ان تثبت في هاي الوضعيه تقريبا 10 الى 20 ثانيه. وهذا التمرين نفس الشيء همينه، اذا تسويه بالارض راح يكون صعب، اذا انت ما تقدر تسويه بالارض تقدر تسويه على سطح مرتفع، ممكن تقدر تسويه على ايدك على سطح مرتفع او على مفصل كوعك مثلا فد قنفه او فد شيء سوفت حتى ما يأذي المفصل مالك. اذا ما تقدر تسوي هذا التمرين الثاني سايد بلانك، سوي بس اول تمرين الى ما شوي شوي تقوى، بعدين ابدي بلش بالسايد بلانك.
فهسه آخر نقطة لازم نقوي عضلات البطن شوية أكثر. فراح نعطيكم تمرين اسمه الديد بوغ. الديد بوغ هو يعني الحشرة الميتة إذا أريد أترجمه بالعربي. مثل ما تشوفون في الفيديو راح تتمدد على الأرض، راح ترفع ذراعك فوق صدرك وراح تثني ساقك. بعدين راح تبدي تحرك ذراعك وساقك بالجهة المعاكسة، يعني اليمنى تروح لي ورا، الساق اليسرى تروح لي قدام. بعدين ذراعك اليسرى تروح لي ورا وساقك اليمنى تروح إلى الأمام مثل ما تشوفون بهذا الفيديو. أهم شيء بهذا التمرين إنه عضلات البطن تكون مقلصة، يعني إذا شخص يريد يضع يده تحت ظهرك الأسفل ما راح يقدر، لأنه عضلات بطنك تكون مقلصة وظهرك يكون عدل في الأرض. ما يصير يكون في أكو تقوس بظهرك. إذا يكون أكو تقوس بظهرك ويكون فراغ بين الأرض وظهرك، يعني أنت ما تشغل عضلات البطن. فلازم تقلص عضلات البطن، حتى لو إذا مثلا ترفع رأسك بالبداية حتى بتقلص عضلات البطن وتسوي هذا التمرين. فهاي النقطة كلش مهمة إنه تنتبهون عليها، إنه عضلات البطن تكون مشتغلة وما في أي تقوس بين الأرض وظهرك، فلازم تكون فلات. أوكي، هاي كلش مهمة هاي النقطة. فهسه إحنا سوينا ستريتش، سوينا اكتيفيشن، يعني شغلنا شوية عضلات وقوينا عضلة البطن. هي معظم الأحيان معظم الأشخاص عضلة بطنهم تكون ضعيفة، لأنه ترى عضلة الظهر نستعملها هواية وإحنا نتمشى وإحنا نقعد. فلما نستعمل عضلة الظهر هواية وما نستعمل عضلات البطن هواية، راح تصير ضعيفة عضلات البطن. لما يصير في عندك خلل بين قوة العضلات، مثلا قوة عضلات البطن ضد قوة عضلات ظهرك، راح يصير هالآلام بالظهر. لنعتبر هسه حوضك هو خط، فإذا عضلات بطنك من الأمام مثلا ضعيفة وعضلات ظهرك قوية، ممكن راح تسحب حوضك شوية. أو حتى إذا عضلات الفخذ الأمامية تكون شوية تايت، عضلات الفخذ الخلفية تكون تايت، راح تحرك حوضك. لما راح تحرك حوضك، مختلف القوات ده تسحب على حوضك، راح يصير شوية آلام بالظهر، ممكن مرات آلام بالحوض. فأتمنى هاي التمارين البسيطة فادتكم. علقوا لي تحت إذا فادتكم هاي التمارين، وإذا عجبكم سووا لي لايك. شكرا لمتابعتكم الفيديو، وأشوفكم الحلقة الجاية.